اليوم كانت شائعة قد سرت عن وفاة الكابتن واللاعب الكبير السابق نواف التمياط. الحمد لله نواف التمياط بخير وبعافية وفي صحة وفي أتم عافية، الحمد لله، متواجدا مع أهله وأحبابه وأقربائه وأصدقائه، ودوما وأبدا نتمنى له أن يكون إن شاء الله مع الجميع. نواف التمياط النجم الكبير الذي يشكل لنا كثيرا من اهتمام وكثير من محبة واعتزاز، لكننا في النهاية كنا قد تأثرنا كثيرا بهذه الشائعة التي فعلا تصنع الكثير من الألم. الحمد لله أنها مرت كشائعة وستبقى كذلك بإذن الله. طاقم البرنامج تقديرا لهذا النجم الكبير اليوم يشارك الجميع في أن تكون هذه الشائعة بعيدة عن كل شيء، ويبقى نواف التمياط إن شاء الله بسلامة وبعافية مع أهله وأقاربه ومحبيه. الفريق الإعداد يقدم له هذا الإهداء وتقديرا له واحتفاء به دوما. بلمسات فهد الغامدي نترككم في أمان الله، ألقاكم إن شاء الله يوم غد في برنامج المنصة. دمتم. يودون ويجيبون حكي عني اللي يحبون، يودون ويجيبون حكي عني اللي يحبون، مش علي ما دام اهواك بقناعة، مش علي ما دام اهواك بقناعة، مش علي ما دام اهواك بقناعة، مش علي ما دام اهواك بقناعة. عزيز انت ولا تهون على عناد اللي يحجون، عزيز انت ولا تهون على كيد اللي يحجون، مش علي ما دام اهواك بقناعة، اشاعة ودعاء